تواصل مبادرة 100 يوم صحة عملها في مختلف مناطق محافظة دمياط، خاصة المناطق التي تشهد تجمعات للمواطنين. وتهدف المبادرة إلى الاكتشاف المبكر لأورام الثدي والأمراض المزمنة، وتقدم خدماتها في التوعية الصحية وتثقيف السيدات بأهمية الفحص الذاتي. احنا عندنا فرق مغطيه اماكن كتير جدا في دمياط القديمه ودمياط الجديده وراس البر من 9 صباحا ل 9 مساء. احنا قسم تثقيف صحي واعلام وتواصل مجتمعي موجودين معاهم عشان بنقدم خدمه التوعيه وتقديم المعلومات حول خدمات المبادرات للجمهور والاجابه عن اي سؤال خاص بخدمات المبادره. تمام، طبعا عندنا الخدمات اللي بتقدم، عندنا قياس ضغط وسكر واعتلال كلوي ومبادره اورام سرطانيه ومبادره صحه المراه. تمام، كل ده طبعا بيتقدم بالمجان بالرقم القومي فقط.